نصائح للأشخاص اللي يحبوا يمارسوا الرياضة في الهواء الطلق خلال فصل الشتاء. يقول الأطباء إنه في فصل الشتاء اتبع مبدأ البصلة لما تمارسوا الرياضة. زي ما تعرفوا إنه البصلة لو قطعناها حنلاقي إننا نقدر نقشرها لعدة طبقات منفصلة، بمعنى وإحنا خارجين نلبس عدة طبقات من الملابس، بحيث لو شعرنا بارتفاع في درجة الحرارة نقدر نخلق قطعة من القطع، ولو شعرنا بالبرد مرة أخرى نرجع نلبس قطع الملابس. هذه الطريقة ما تخلي الجسم يصاب بالبرد ويمرض. كمان في أطباء في ألمانيا أكدوا أنه عند ممارسة الرياضة في الهواء الطلق خلال فصل الشتاء لابد من تدفئة الرأس والأقدام بصفة خاصة، لأن الجسم بيفقد حرارته من خلال الرأس، وبالنسبة للأرجل لما تكون باردة بيكون الشخص أكثر عرضة لنزلات البرد. وبالنسبة لمرضى السكري لابد الانتباه إلى تدفئة أقدامهم عند ممارسة الرياضة في الخارج، لأن أقدامهم حتعاني من خلل من الإحساس بدرجة الحرارة. ودمتم في صحة وعافية، وكل يوم رح أقدم نصيحة طبية على اليوتيوب، وحتكون الساعة 6:30 بتوقيت دبي.